ودي رسالة للفزباكة والمواتسبين كلهم. ودي نقطة برضو خطيرة، الدخول في مناظرات ونقاشات. واحد ضرب لي 12 بالليل، والله يا زول ده جاب لي شوف الحقني سريع يا شيخ فلان، وانا الان معه على الخط. انت دخلك في الخط شو؟ انت لو ما عارف الخط ده بيركبوك دخلت ليه انت؟ ما بيجوز يا ناس انه الانسان يمشي يناغش. واحد تلقاه داير يناغش شيعة في الفيسبوك، واحد تلقاه داير يناغش قرآنيين، واحد داير يناغش سرورية او حزبيين او بتاع او صوفية، يردموا شبهات. قبل واحد قال لي، واحد من اخواننا قال لي والله عنده كتاب اظنه لفلان من الطواغيط الصوفية الكبار، له شبهات ثقيلة. قال لي قال داير يحفظ الشبهات. قلت له سبحان الله، ما يقرأ كتب السلف يحفظ الرد على الشبهات؟ يقرأ كتب مشرك يحفظ الشبهات؟ ما لكم كيف تحكمون يا ناس؟ في شنو الحاصل شنو؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري فمن اتقى الشبهات. انت عارف اتقى يعني شنو؟ اتقى ما معناته ترك، ترك وعليه زيادة. اتقى التقوى أن تترك الشيء واحد وتبتعد منه، وتجعل بينك وبين هذا الشيء الضار وقاية، دي التقوى. فتلك التقوى. فلما قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات، ما معناته تخليها، إنما تخليها وتعمل لك حيطة بتاع الصبة ملانة سيخ وأسمنت، وتبعد بينك وبين الشبهات، وتبعد من الحيطة ذاتها مش من الشبهات. اتقى، اتقى يعني وقاية، ده تعبير نبوي عظيم. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. في ناس بيشتروا موبايل وبيخشوا له بالشبهات، أهذا طبق الحديث ولا خالفه؟ الرسول قال فمن اتقى ويخش يقول لك والله قعدنا ناغي الشيعة ودونا 17 شبهة، ردينا على واحدة فصل 16، معقول يا ناس؟ طيب